هذه والله حقيقه احنا كل مره نشوف حاجات جديده. تعرف ايش اللي يقهر اكثر؟ انه وانا قاعد حط في السناب شات على الموضوع اليوم، فقاعد يقول تراد لا تقول زي كذا، ترى جيل اليوم النمنم عندهم لعبه جديده يلعبونها، يعني حتى اللي خوفنا كان زمان الان صار بالنسبه لهم لعبه. لا حقيقه تراد ما لاحظت في الفتره الاخيره انه ما في خرافات كثيره للاطفال خصوصا في هذا الجيل، يعني ما افتكر انه في خرافات كثيره او سمعنا عن خرافات كثيره، ما صار يخوفهم شيء، صرنا نقول بعبع نمنم ومعبايه ما يخافوا ابدا. جيل مهارة ابدا مره، جيل قلبه شجاع. لا والله ما انا ما اعرف ايش السبب، لكن اكيد عندنا كثير من الامور اللي بنعرف عنها. ما اعرف اذا اتصلنا جاهز، لانه حنتكلم نكون ان شاء الله مع اكيد نسيم الزهراني، هي اخصائيه اجتماعيه، عشان نبي نعرف اساس هذه الخرافات وهل بتاثر فعليا ولا، وليش كانت بتاثر وليش الان صار قلت. كل هذا مع الاخصائيه. حياك الله نسيم الزهراني. اهلا وسهلا استاذه لميا واستاذ طراد، اهلا وسهلا. كيف امورك ان شاء الله؟ طيبه الحمد لله يا رب. كيف الخرافات معاكي؟ منتشرة. بداية خلينا طب نسألك نسيم، يعني كيف تكونت تحديدا هذه الخرافات في حياتنا الاجتماعية وليش تكونت؟ الخرافات تتكون في كل المجتمعات، يعني ما هي حصر على ديانة معينة أو على طبقة اجتماعية معينة، حتلقاها عند الفقير والغني، المسلم والغير مسلم، بس إنه تتكون من التراث، من الفلكلور، من الحكايات المتداولة، بس إنه العلم كثرة العلم تحد منها وما تخلي انتشارها. وزي ما قلتوا الجيل الجديد لأنه متعلم ومتفتح ما تلاقوا الخرافات عنده كثير. الله، أنا أخصائية اجتماعية، أنا قلتها من البداية. طب أنا بنعرف شيء يعني أكثر دقة، انتقالها من جيل لآخر، إحنا يعني خلينا نستشف من كلامك، هو عدم الوعي أو أوقات الفضاوة تسوي هذا الأمر، لكن هل عدم كمان يعني تعلقهم بأي خرافات هذا الجيل، هل لأنهم مشغولين بحاجات أهم غير الوعي، هل لأنه في تكنولوجيا طرأت علينا؟ نبقى أسباب لأن مختلفة. لأنه زمان إحنا ما كان عندنا إلا الحكاوي، يعني كنا نتجمع إحنا نحكي بعض، ماما تحكينا، ما كان عندنا وسائل تواصل اجتماعية زيهم، ما كان عندنا أيباد، ما كان عندنا تلفزيون، ف يعني خلاص انشغلوا في اشياء غيرها. هذه واحده. ثاني حاجه الحمد لله احنا دولتنا يعني تطورت في الدين، العلماء صار الاسره مثقفه دينيا، فالابناء من اسرتهم يعني اذا الاسره تنبت الخرافات والاساطير هذه، فخلاص الابن يتربى على انه دي كلها خرافات ما حيصدقها. الحمد لله انه العلماء ما قصروا يعني في نشر الدين بيننا. كل ما كان في وعي كل ما حتندثر الخرافات اكثر. أيوة ان شاء الله. طبعا الحمد لله. طب نسيم في النهايه يعني كيف نحن نقدر نحد او نوقف هذه الخرافات او نوقف من انتشارها خصوصا بعد السوشيال ميديا والواتساب تحديدا؟ هي غالبا بينشروا كثير في الايام منتشره بين الشباب اكثر من الاطفال. ليش؟ لانه الشباب عنده اسباب نفسيه، فالشاب يكون قلق على مستقبله، قلق كيف ينشهر، كيف يجيب الفلوس، كيف يشتغل، فتلقاه مثلا يتوجه للابراج، يتوجه لقرايه فنجان. فالشباب غالبا اذا كان وثقوا بالله وخططوا وحطوا اهدافهم وحطوا الخطط الصحيحه ما راح يتوجه لذي الاشياء ولا راح يؤمن فيها. وكمان التقليد الاعمى، زي مثلا العين الزرقاء احنا نلقاها في محلات الاكسسوارات طبعا نشتريها كثير، ولا نعرف ايش اساسها اصلا. صحيح صحيح. نقول تبعد العين، هذا اللي نسمعه كثير. احنا نسمع بس ما نؤمن، يعني الحمد لله ديننا واسلامنا خلاص متطورين، بس التقليد الاعمى خلاص هي موضه وحنمشي عليها. في الديكور ده حدوه الحصان يحطوها عند الباب عشان تجيب الخير، بس اساسا احنا نشتريها عشان ديكوريشن، احنا ما نشتريها عشان ذا الشيء. الخير دائما موجود من رب العالمين، بس اهم حاجه نؤمن فيه. نسيم الزهراني اخصائيه اجتماعيه، نشكرك جدا على اثرائك لموضوعنا، يعطيك العافيه. ايش رايك تراد؟ هل انت مقتنع بهذه الخرافات او قراءة الفنجان والابراج، بما اننا اليوم راح نتكلم عنها اكثر؟ تبغين اقول لك ماني مقتنع وطفولتي كلها تروح ابا منثوره؟ لا مقتنع وكنت مقتنع، والان بديت استوعب انه في حاجات ثانيه، والمفروض انه احنا ما نقتنع عشان لا انقهر بس على نفسي، والسنين عمري وانا صغير راحت على الفاضي في الخوف والرعب. اكيد طبعا، ونحن اكيد مكملين بفقراتنا، حنطلع فاصل قصير لا تروحوا بعيد. بالله ايش رايك؟